لم تخرج محافظة أبين من الثقب الأسود الذي وضعت فيه منذ سيطرة القاعدة عليها، فهي وبعد أن هدتها شظايا الإرهاب شبه اليومي وحولها التنظيم إلى مسرح لعملياته ونزواته، لا تزال في انتظار الخلاص. الخلاص على يد الجيش الوطني والمقاومة أو قوات التحالف معا. فلم تعود البلاد المكتئبة دوما تحتمل المزيد من التوحش والبقاء تحت رحمة الإرهاب. تفيد الأخبار الواردة من زنجبار وجعار أن الجيش الوطني والمقاومة يستعدان لشن حملة عسكرية لتحرير المدينتين، وذلك بعد مواجهات اندلعت على مشارف زنجبار بالتزامن مع استهداف التحالف العربي لمواقع التنظيم. مصادر محلية نقلت عن لجنة الوساطة المشكلة بين الجيش وعناصر القاعدة في زنجبار طلب التنظيم مهلة للرد على قبول الانسحاب من المدينة دون ما قتال أو التشبث بالمواجهة. وقالت المصادر أن التنظيم قدم عدة اشتراطات خلال أيام من التفاوض لكنها قوبلت برفض قيادة الجيش. تقضي هذه الاشتراطات بالسماح للسلطة المحلية بدخول زنجبار واستئناف ممارسة مهامها منها مقابل بقاء عناصر القاعدة في المواقع التي تسيطر عليها. وتعتزم السلطات كما أعلنت مسبقا تطهير المناطق المحررة من عناصر القاعدة، وهي استراتيجية محلية وإقليمية ودولية استدعتها التوجهات والتحركات الأخيرة في المنطقة. في ظل هذه المعطيات، هل أصبحت معركة أبين حتمية أم أن أوانها لم يحن بعد؟ وهل يضع الجيش في حساباته خيار خوض معركة تطهير أبين من القاعدة أم أنه خارج أجندته في الوقت الحاضر؟ وما الذي يتطلبه الخيار الهجومي في هذا الظرف؟ ذلك ما ستجيب عنه الساعات والأيام القادمة.